أكدت المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي المذكرة السعودية المقدمة من مجلس الشورى السعودي للاتحاد بشأن الاعتراض على قانون جاستا الأمريكي والذي يمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية بالإضافة لتجاوز للأنظمة القضائية الوطنية المطبقة في الدول. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على هامش فعاليات الدورة 135 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف على دعم وتأييد الطلب المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي بإدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر البرلماني الدولي لمناقشة دور البرلمانيين في حماية مبدأ سيادة الدول وحصانتها. من جانبها أعلنت المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي إدانتها لجميع أعمال الإرهاب والعنف التي تمارس على أي أرض عربية من جانب الجماعات الإرهابية وتضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه. كما أشادت المجموعة بتضحيات رجال الجيش المصري وآخرهم العميد أركان حرب عادل رجائي والذي استشهد أمام منزله برصاص الإرهاب الغادر.